مجرد ما اشيل اي شيء من الاشياء اللي موجوده في السوق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله صباحكم بكل خير. انا متواجد بداخل متجر امازون جو، هذا المتجر اللي كنت انتظره بفارغ الصبر اني ازوره، كان موجود في سياتل لكن ما كنت ادري امانه، كنت يعني جاهل في هذه النقطه، لكن ما توقعت انه راح يكون موجود في سان فرانسيسكو. الفكره من هذا المتجر انه عباره عن بقاله، خلينا نقول او سوبر ماركت صغير، لكن بدلا من الطريقه التقليديه في محاسبه وذهاب للكاشير او انتظار في الطوابير، العمليه بكل بساطه انه تحمل برنامج اسمه امازون جو. اذا كان عندك حساب موجود في امازون راح يتم ربطه بحسابك بكل سهوله، وبعدها راح يتم استخدام بطاقه الفيزا، تم استخدام بطاقه الفيزا السعوديه وكل شيء كان تمام، وبعدها راح يكون عندك باركود راح تمر من خلال بوابه تمسح الباركود عشان يسمح لك بالدخول، ومن هنا تقدر يعني تتسوق بكل اريحيه للمواد الاستهلاكيه. الان لو تلاحظ انه ما في شيء يعني مميز، لكن العمليه انه في سنسرات مستشعرات، هذه السنسرات او المستشعرات موجوده فوق وباسفل كل ماده او منتج انت راح تاخذه من الرف، راح يتم اضافته بشكل تلقائي، ما عجبك رجع، وراح يتم حذفه بشكل تلقائي ايضا، وبعدها بعد ما تخلص من التسوق والتجربه واخذ ما تريده تطلع من نفس البوابه، وراح يتم محاسبتك من خلال حسابك او الحساب الموجود في امازون او في فكرة وجود الموظفين في أمازون أو متجر أمازون جو هم فقط لمساعدة في عملية الشراء أو كيفية طريقة الشراء فقط، لا أكثر ولا أقل. ما راح يحاسبونك أو شيء، كل شيء راح يتم محاسبته من خلال المستخدم أو حساب المستخدم المسجل من خلال أمازون جو. طيب، سابقا كنت يعني شايف الفكرة إنه أوكي حلوة بس ما في ذاك الفارق الكبير، لكن كتجربة واقعية أمانة حسيت إن الفكرة فيها فارق كبير وحلوة صراحة، ممتعة جدا، وتعطينا مستقبل أو نظرة مستقبلية عن طريقة الشراء من خلال متاجر تقدم بنفس هذا الأسلوب بنفس هذه الفكرة. يعني أتمنى إنهم يتوسعون، لكن عجبتني الفكرة. وش رأيكم أنتم؟ شاركونا رأيكم في خانة التعليقات. نشوفكم خير إن شاء الله. ألف سلامة.